هذا موضوع جدا مهم، يعني أو سبب مهم من الأسباب اللي دا يجعل الكثير من النساء والفتيات يقعن ضحايا الابتزاز الإلكتروني. لهذا يمكن حضرتك أو المتابعين الأكارم يدرون أنه الشرطة المجتمعية دا تنفذ حملات توعوية بخصوص العيادات، عيادات الروحانية، عيادات الشعوذة، لأنه الكثير من الحالات مثل ما قلنا أنه هي دا يكون عن طريق هؤلاء الأشخاص اللي يفتحون صفحات على مواقع التواصل ويدعون أنه هم روحانيين ويتواصلون معهم كثير من النساء والفتيات اللي تدفعهم أكيد يعني ظروف قهرية، ظروف أسرية، مشاكل عاطفية في بعض الأحيان تدفع بهؤلاء النساء والفتيات إلى اللجوء إلى هؤلاء الأشخاص، وبالتالي يكونون عرضة زين انتم للابتزاز كرقابة ما الإلكتروني. عندكم، طبعا هنا الثقافة، يعني احنا دا نتكلم نعم عن ثقافة، يعني اليوم دا نتكلم عن ثقافة بحد ذاتها. يعني انا نعم يجوز من الناس ادخل على المواقع نعم صاحب خيرة او مشعوذ، زين احنا بهيج حالات من يتم القاء القبض عليهم، بعض الضحايا اللي تزوهم من اموال وغيرها تقدرون تتوصلون لهم عن طريق الخلايا اللي موجودة، عن طريق اشخاص لو ايضا يروح ويفتح صفحة جديدة؟ لا هو اكيد ست، يعني هو احنا شلون نعرف يعني انه اكو هيك حاله ابتزاز صايره عن طريق هذه الصفحه؟ بالتاكيد هي تكون هنالك مناشده من الضحيه للشرطه المجتمعيه، اما عن طريق الخط الساخن للشرطه المجتمعيه اللي هو 497، اما عن طريق بريد الصفحه، صفحتنا اللي على الفيسبوك، عن طريق ماسنجر الصفحه يتواصلون ويانا يعني يبلغون عن بعض الاشخاص. ممكن انه نصل الى بعض الاشخاص، يعني ممكن انه نستدل على بالتعاون والتنسيق مع جهات اخرى كالامن الوطني نقدر نوصل لهؤلاء الاشخاص ويتم انقاذ العديد من الضحايا، يعني نلقى عندهم الكثير من الصور والكثير من المقاطع فيديو وكثير من المحادثات لضحايا الابتزاز الالكتروني. لكن خليني اوضح لك مساله ستنا العزيزه، المساله ما لها علاقه بالثقافه اطلاقا. يعني انا هسه حضرتني احدى الحالات، يعني اتذكر في بدايه عملي بالشرطه المجتمعيه اجتني يعني سيده تشتكي من تعرضها للابتزاز الالكتروني من شخص ايضا هو صاحب صفحه تدعي اعمال السحر والشعوذه، لكن هذه السيده كانت هي استاذه جامعيه، يعني في جامعه مرموقه من جامعات بغداد، ومع هذا وقعت ضحية لهذا الشخص. فالمسألة يعني هي مسألة أنه إيمان الأشخاص بهؤلاء، هذه الفئة المشعوذة والروحانية، هي مسألة ما لها علاقة بالثقافة أعتقد، يعني لأن قلت لحضرتك يعني هذه كانت أستاذة جامعية، يعني صحيح. مو تقولين إنسانة مدارسة ومفاهمة، لكن هي مسألة إيمان وأن هم يثقون أنه هذه الأمور ممكن أن تعود عليهم بنتائج إيجابية. صحيح، يعني هي فهذا واحد مسألة أيضا من إيمان. الأسباب وثاني شيء بين بالنسبة العيادات. للمبتز يوصل للضحية بطريقة يعني بحيث غسيل للعقل، يعني بغض النظر إذا كانت دكتورة أو مذيعة أخبار أكيد أو يعني صحفية أو حتى يعني أكيد بالشرطة أكيد المجتمعية، كثير من الناس لكن هاي الغسل نعم عن طريقهم.